اهلا وسهلا مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا ومرحبا بمشاهداتنا. صراحة اليوم يوم خاص واستثنائي، فهنيئا لكل هنيئا للمرأة عامة على المستوى العالمي، ولكن خصوصا المرأة المغربية نهنئها بهذا اليوم. وبصفتنا يعني كرجال كنقول لكم مبروك عليكم، واسكا سامباركي مبروك عليكم هذا اليوم هذا، ومبروك للأم ديالي والأخت ديالي والزوجة ديالي والبنت ديالي. فالأم هي المرأة، فيها كل شيء، فيها النصف الثاني ديالنا. فهنيئا لكم بهذا اليوم، وإن شاء الله دمتم لنا يعني خير لنا وخير للأمة ديالنا كاملة، وتكون إن شاء الله وخصوصا المرأة المغربية اللي كنشد على يدها، المرأة الصبارة والشريفة والعفيفة، واللي يعني كما كنقولوا تكافح من أجل بيتها ومن أجل أسرتها ومن أجل وطنها. تحية لكل المرأة المغربية أينما كانت وأينما وجدت، داخل الوطن أو خارجه، تحية من القلب. للا وفاء القباج هي مثال على المرأة المغربية الناجحة والمكافحة في المجال ديالها. اليوم مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، غنقول لكم هذه التجربة الناجحة وهذا النموذج الناجح، ولو أنها يعني من النساء يعني كما كنقولوا الحشوميات، واللي كنضغطوا عليها يعني وكنشدوا فيها صحة باش تعطينا يعني باش تكون معنا في باساج تي في ولا في يعني اي ظهور اعلامي. فالا ولا وفاء يعني كتكون واحد الانسانه اللي خجوله وكتحب ان الاعمال ديالها تحدث عليها، وهذا تبارك الله كيبقى تواضع كبير منها، واللي كنحيوها عليه في هذه المناسبه. للا وفاء مرحبا بك، مرحبا بينا عندك في المقر ديال الجمعية ديالك، جمعية المرأة والقروية والطفل. تبارك الله عليك، كتقومي بأعمال كبيرة كيشهدش بها غير يعني هذه، كيشهد بها مجموعة ديال الناس، مجموعة ديال يعني، ومن خلال هنا هادشي كيتجسد على أرض الواقع، وكنشوفوه من خلال الاستفادة ديال عدد ديال النساء. والجميل في التجربة ديال لالا وفاء القباج هي أنها المرأة اللي اختارت من وسط هذا العالم اللي هي فيه، في هذه المنطقة اللي بسيطة، منطقة فلاحية، وحاولت انها تخلق فيها واحد التنميه وتخلق فيها واحد الديناميه واحد الروح جديده من خلال تأطير المراه القرويه والطفل. عاودينا على التجربه ديالك وقربينا من وفاء القباج، وهنيئا لك بعدا ومبروك عليك هذا اليوم هذا. شكرا على الاستضافه، شكرا لشوف تي في اللي كتواكب دائما جميع المجالات. اولا كنحيي النساء بهذا اليوم العالمي للمراه، كنحيي المراه القرويه، تحيه اجلال وتقدير لها، كنحيي المراه القاضيه، المحاميه، الطبيبه، الشرطيه، الدركيه، ربان الطائره، كنحيي جميع النساء في جميع المجالات. تحيه اللي كتبيع الخضره، اللي كتبيع الخضره، المراه العامله، الخياطه، العامله، الخياطه، اللي باركه في الدار، اللي كتبيع الحوت، اللي كتبيع الخضره في السويقه، كنحييها عبر هذا المنبر. وتحيه اجلال وتقدير وسمو وعلو لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، اللي نصف المراه واعطى المراه الحقوق ديالها الكامله. الله يحفظه لنا ويخليه لنا. وفاء، كيفاش بدات وفاء؟ وفاء القباج بدات كأي امرأة مغربية، نقدر نقول على راسي عصامية. اشتغلت يعني في عدة مجالات، اشتغلت في مجال الطب يعني قطاع خاص، من قطاع خاص التحقت الزوج ديالي كان يشتغل في حفر الأبر تنقيب المياه، اشتغلت معاه هنا فين كانت البدايات ديالي بخصوص يعني جمعية، بحكم أنني كنت قريبة من النساء القرويات وأنا أشتغل مع زوجي. هاد حفر الأبر تنقيب العلمية اللي الحمد لله حزت عليها على جائزة، أول جائزة ديال التسيير ديال المقاولة
واللي عطاتني من هي نقدر نقولوا هي البدايات اللي حفزتني انني نقوم بعده اعمال من اجل المراه والطفل. بدات البدايه يعني درنا الجمعيه بفضل الاخوات اللي معايا، واحد الاخت معايا الاخت حنان، كنا كنديروا تكاوين في سير المقاولات. هنا بدينا انا وياها وضعنا الخطه الاستراتيجيه وقلت لها نديروا جمعيه. وافقتني الاخت مشكوره اللي تبارك الله عليها، دعماتك حتى هي فاطمه ولا زالت تداعمنا. هي تبارك الله ما شاء الله عليها، عندها حتى هي كفاءه وكيف تنقول هي اليمنى ديال الجمعيه، اليد اليمنى ديال الجمعيه. هنا وخدينا وقلنا ان الجمعيه تكون كتضم نساء قرويات يعني من المنطقه ديال المهيئه اللي انا كنتواجد بها، لانني انا مقيمه هنا مده 28 سنه في المنطقه ديال المهيئه. والحمد لله بعد ما كبروا الوليدات وتزوجوا وفتحوا البيوت ديالهم يعني تفرغت اكثر للعمل الجمعوي، وهو عمل يعني راه ماشي من السهل، كاين فيه صعوبات وكاين فيه اكراهات. يعني باش تخدم في العالم القروي ودير جمعيه وتمشي بها على المدى البعيد ماشي من السهل. هنا كانوا النساء تيقولوا لنا يعني بغينا نقراو وبغينا نتعلموا شي حرفه، بغينا بنياتنا ما يضيعوش. مثلا كاين فتيات اللي انقطعوا عن الدراسه وبغاو يديروا مثلا يتعلموا شي حرفه ويديروا ديبلوم ديالهم تشتغل في البيت ديالها ولا تشتغل خارج البيت ديالها. فعلا هذا الشيء اللي قمنا به، درنا عده ورشات، ورشه ديال التعليم، ورشه ديال تعليم الحلويات، ديال الفصاله، ديال الخياطه. يعني هذه كنعاود لك البدايات ديال الجمعيه، لان حنا الاهداف ديالنا كانت اسمى واكبر وكبر، ولكن خصنا نبداو بالقاعده. لا باز نمشيو للقاعده بعدا. القاعده يعني نعم. شويه بشويه بدينا كرينا، خصوصا انه باش غتشتغل في العالم القروي هنا ماشي سهل. يعني كنعرفوا انه البيئه يعني كاين حتى داك المجتمع محافظ، باش تجي عندك مراه للجمعيه باش تجي تجلس معاك واحد الساعه وتخرج من دارها. أكيد يعني أكيد هنا شي حويجات اللي اكيد كتقيسوا شويه كتدخلوا عند الرجاله. اكيد يعني كان النزول ديالي انا في الدواوير. يعني كتسمع بعدا المراه كتسمع الانين ديالها الشكوى ديالها، كيف تعرف الجميع ان العالم القروي كله هشاشه كله كتنقصوا بزاف ديال الحوايج، عنده عوامل كثيره ناقصه. اذا هنا بدا الاشتغال. كنزل العالم الدواور، يعني كتسمع المراه اش كتقول، هاشنو خصني، هاشنو هاشنو هاشنو. والحمد لله كان واحد التأثير يعني الحمد لله. كتبسط الامور، كتهضر معاهم بالهضره اللي غيفهموك. بغيتي القرايه، كتقول لك انا بغيت نقرا، بغيت نتعلم، بغيت نعرف. اذا قمنا بحملات تحسيسيه في الاول في عده مجالات، في مجال الصحه، مجال ديال المراه هي كامراه قرويه. يعني كنت انا كنقول لهم هكا بالدارجه، كنت كنقول لهم انا هكا بالدارجه، يعني بغيتي تقراي يعني ما تجينيش لابسه فواطه، ما تجينيش دايره هذيك الشده هكذاك، غادي تجي لابسه مزيان. كيف كان ملي كتبغي تمشي للعرس كتمشي للحمام، وليتي كديري التنميه الذاتيه، كتمشي للحمام وتقادي وتحني وهذا. اذا خصك هكاك تجي عندي باش تبغي تقراي، هكاك تجيني يعني تجيني مقاده متوله مصوبه، باش كتحسي انك كديري شي انجاز. كاين تغيير، كاين تغيير الحمد لله. النساء القرويات ما شاء الله عليهم، عندهم ما يقولوا في الجعبه ديالهم الشيء الكثير، خاص غير اللي عرفتي فاش يستخرج منهم ذاك المسائل. فانا كنحييهم بزاف بزاف بزاف. ومشينا على المدى البعيد الحمد لله، ودرنا شراكات عده، شراكه مع وزاره التربيه الوطنيه، شراكه مع المبادره للتنميه البشريه اللي عطاتنا الشيء الكثير ودعمات العالم القروي مشكوره. الفكره اللي جاب سيدنا الله ينصرو كانت فعلا هذه المبادره عطات واحد الدفعه قويه للجميع، وكذلك خصوصا المراه، خصوصا المرأة، لأنه كنعرفوا أنه الوضعية ديال المرأة وخصوصا في العالم القروي كما كنقولوا، هاد المناطق اللي كتكون يعني المناطق الجبلية والمناطق اللي شوية معزولة، يعني صعيب أنها كتوصل لها حتى المبادرات اللي كتكون ولا هادي، إلا لكانت يعني كيبقى الوسيلة الوحيدة كيبقى هو التواصل ديال السلطات، هما اللي كيقدروا يوصلوا شي حاجة إلى ما يعني ضروري محتاجين العوين ضروري. يعني كتبقاو نتوما يعني كيبقى الدور ديالكم عمل كبير
اللي كتقوموا به هو انه يعني كتعاونوا حتى السلطات وحتى الجهات الوصيه انه توصل. وصراحه انا اشد على ايديكم، يعني كاين يعني حتى نقدر نقول لكم العمل اللي كتقوموا به انتم ما كتقومش به وزاره التضامن والمراه صراحه، باش نكونوا يعني باش نسميوا الامور بمسمياتها، لانه باش غتجي منطقه المهايا ولا الواد الجديده ولا هذه المناطق ولا الدواوير المجاوره ولا غتطلع للمغاصيين ولا مولاي ادريس الزرهون، فغير صعوبه المسالك فهي كفيله بانها ترجعك من الطريق. ولكن لاله وفاء فيما كنمشيو كنسمعوا الصيد ديالك، كنسمعوا اي دوار كندخلوا ليه كنسمعوا راه جات عندنا واحد الجمعيه، كنقول لهم انا شكون، كيقول لك راه مدام وفاء راه جات عندنا، راه كاينه واحد السيده راه وصلت لنا مثلا سواء المساعدات سواء راه حنا كنتعلموا عندها الخياطه سواء راه كنديروا عندها شي حاجه، يعني هادو شي حويجات اللي كيفرحوا. وصراحه كنتمنى لك التوفيق. غادي نسولك لاله وفاء، وانا حاولت انني نقصر عليك يعني المسافه شويه، زائد هذا انه الان حنا يعني كنشوفوا ان كاين الان خدامين على واحد المقر اللي غادي يكون لنا واحد المركز ديال دار الطالبه اللي مركز سوسيو تربوي، نعم عفوا، واللي كنشدوا على يديكم لا نتوما لا الشركاء ديالكم في هذا المجال هذا، وهذا محتاجاه المنطقه. لكن واش الزوج ديالك ما عندوش المشكل في هذا الشيء؟ بالعكس انا الزوج ديالي شي منين جبتها لك شتيها واش الزوج ديالك؟ بالعكس نعم. الزوج ديالي من المدعمين الوفاء، الزوج ديالي علمني بزاف ديال الحوايج كنشكرو عبر هذا المنبر، يعني الحمد لله عطاني بعدا اولا المقاوله، يعني الحمد لله درت فيها يعني نجحت فيها وخديت عليها جائزه، الحمد لله دعمني، كان واحد الدعم يعني كثير، لان ما تنساش انني ديما خارجه ديما ما كايناش، كان حتى في سيارات الاسعاف راني كنصاحب المرضى، يعني كان مثلا شي حد دار شي خصو شي عمليه ولا كذا راني كنمشي معاه، يعني كتمشي معاه يعني، ويقدر يكون ما عندوش امكانيات باش غيشري ديك مثلا ديك المسائل اللي كيكونوا الناس اللي كيكونوا مساكن عندهم محتاجين. نعم يعني نعم. كنحاول قدر المستطاع، يعني هاد المساعدات راه غير ذاتيه يعني من عندي، يعني ماشي القليل فين كيدخل واحد المحسن لا داعي لذكر الاسم ديالو يعني كيبقى عمل تضامني اجتماعي، عمل تضامني يعني الجمعيه نعم. راه ماشي الزوج ديالك حتى هو منخرط منخرط اكيد، فتحياتنا ليه من هاد المنبر كنقولوا ليه حتى هو يعني نقدروا نقولوا ما نبقاوش نقولوا وراء كل رجل عظيم امراه، اذا الان انا امامنا واحد المراه فمراها واحد الرجل عظيم حتى هو، اللي كنوجهوا ليه التحيه بهذه المناسبه، وتحيه لكل الرجال اللي كيساعدوا نسائهم واللي كيقدموا لهم من يد العون وكيخليوها تبدا ويخلي المراه ديالو يعطيها الفرصه فين انها تبرز ذاتها وتحقق ذاتها في مجتمع اللي كما قلتي كيغلب عليه الطابع الذكوري. لكن ان شاء الله كما كنقولوا فالمراه والرجل هما شريكان في بناء المجتمع، اكيد. وهذا تشوف شي مراه ناجحه عارف موراها راجل مريحان ثانيا، نعم، لولا الراحه النفسيه ما تمكنش ديك المراه تعطي داكشي اللي في الجو، ما كاينش الاسئله ما كاينش ندير ما كاينش كما كنقولوا ديك المراقبه فين كنتي فين جايه، فالثقه التامه الحمد لله عارف راسو شنو كاين. تبارك الله عليك لاله وفاء، كيشرفنا اننا نكونوا عندك هذا اليوم، وغادي نطلبوا منك انه نديروا معاك جوله في المركز ديالكم هنايا، نشوفوا بعض الانجازات اللي كتقوموا بها هنا على المستوى الجماعه ديال المهايا وما قدمتوه لهاد الناس هادو. تفضلي معنا، مشكوره مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في كما كتابعوا معنا الان. فهنا احنا في المكتب ديال السيده الرئيسه، عندنا مجموعه ديال يعني الانجازات اللي حقاتها هنا، ما كنشوفوا مجموعه ديال الجوائز اللي تخوفي اللي حضراتها هذه السيده هذه، وبرفقه يعني ما كنقولوا مدام وفاء القباش، فراه كندويو على واحد التشكيله واحد المكتب مسير اللي كيخدم يعني على تحقيق هذه الاهداف ديال الجمعيه، واللي هي اهداف كنحترموها صراحه. مجموعه من الاعمال، مجموعة من الأشياء اللي وهنا دائما تحت شعارنا الخالد الله الوطن الملك، وكنحييوك على الروح الوطنية ديالك كبيرة، والروح الوطنية كما كنقولوا كتبان من خلال العمل اللي كتقدم للمواطن، هذه هي التمغربيت الحقة. تفضلي معنا لالا هنا في هذه الجولة مشاهدينا، فهنا من بعض الأعمال اللي كيقوموا بها هنا، تحدثي لنا على هذه الأعمال اللي كيقوموا بها الفتيات اللي كيجيو هنا يخدموا، يعني ما شاء الله عليهم هاد الشيء راه تبارك الله عليهم الاعمال ديالهم، يعني اللي صوروا الابتكارات هما اللي كيحطوا التصميم ديالهم الابتكارات ديالهم الحمد لله. وكاين اللي تحت عاد مازال نعم، هذا هو المقر، هذا هو المقر اللي التكاوين الاجتماعات نعم. التحسيس بالنسبه للعالم القروي،
هنا كنشوفوا عدد من التكوينات كذلك اللي كنقوموا بها حتى الشباب. التكوين كديروا مثلا التكوين فاش في الفلاحه ولا في الفلاحه في الصحه في كل شيء يعني هاد البنات اللي معنا الان اللي حاضرين معنا الان في هذا المقر تفضلي اختي تفضلي معنا حتى هما مستفيدات مستفيدات هما معنا في الجمعيه مستفيدات ودابا ما شاء الله مكونات ما شاء الله التجربه يعني. ديالهم ومبروك عليكم بعدا سبقاسه مباركه هذا النهار هذا ياك لاله ومبروك على جميع نساء المغرب. قدرتي تعاودي التجربه ديالك اختي وانت اللي جيتي في الاول ما عارفه والو حتى انت غير انضميتي للجمعيه الان ها انت مكونه تقدري تعطينا التجربه ديالك في عجاله؟ التجربه ديالي هي انني استفدت كمكونه نعم بالنسبه للعلم القراوي نعم كنا كنديروا عمليه تحسيسيه مع مدام قباش ولقينا بان بزاف ديال البنات مساكن عندهم الحضر المدرسي وبالنسبه للعيالات اللي مثلا ما قاريينش واستعدوا من المحو الأمية. دابا انت كديري المحو الأمية. نعم. كندير المحو الأمية وكندير صناعة تقليدية. شحال دابا تقريبا القسم عندك شحال كتقرا عندك من المرأة؟ كل عام عندي 30 30 مرة. وهذا العدد واش هو اللي كيجي ولا كترد واش كيبقى كاين الإقبال ولا ما كاينش؟ لا كيجي وكاين اللي كتنقاطع وكتولي وحدة تدخل. نعم. كاين كيكون اللي كتكون تزوجات ومشات الله يسهل عليها وكاين اللي كتكون عاوتاني سافرات لبلاد بعيده. وكيفاش كتحسي ملي كتاديو يعني الان دابا انت يعني هاد كتعطي هاد العمل لنبيل صراحه وكنحيوكم. كيعجبني الحال بزاف مني انهم البنات كيتفاعلوا معاك وكيستافدوا كانوا ما كيعرفوش الحروف ما كيعرفوش يقراوا ما كيعرفوش ولاو تا هما مساكن فرحانين بزاف ولاو يعرفوا كيفاش يخدموا التليفونات كيفاش يسافروا بوحدهم. وبالنسبه للجمعيه كتوفر لك واحد الدخل شهري؟ لا الحمد لله. يعني هذا الدخل الشهري كيفاش كتحسوا يعني راسكم انكم يعني على الاقل انت كشخص يعني في الوقيته اللي ما كان عندك لا دخل لا والو الان انت ولا عندك واحد الدخل واحد الاستقرار نقدروا نسميه استقرار على الاقل عندك واحد المدخول اللي قدر وكتخدمي عليه وانت راضيه. ايوا الحمد لله كتشجع مازال فهمتي باش تخدم باش تعطي شحال من حاجه. نعم تبارك الله عليك وبون كوراج والله يكمل العمل ديالكم على خير نتمنى ان شاء الله نشوفكم يعني ان شاء الله ناجحين وتوصلوا للاهداف ديالكم. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كما كتشوفوا معنا من داخل هذا المقر اللي مرتب بطريقه زويونه ومقاد فلمسه نسائيه خاصه هنا بهذا المقر. تحيه للمدام القباج وليكيب ديالها والناس اللي معها. كنتمناو ان هذه التجربه يعني تنسخ وتكون مجموعه ديال 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 يعني ديال المدن ديال المغرب وديال المداشر اللي صراحه فراه راه خصنا هذا هو العمل الجمعوي البناء كما كنقولوا العمل الجمعوي اللي كي يستحق الشكر والثناء لانه هنا كنخلقوا التنميه بهذا الشيء باش غادي نخدموا هذا هو الهدف الاسمى والنبيل للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي جات باش دعم مثل هاد النساء. وتبارك الله كنشوفوا الان ها هو الحائط امامنا كله شواهد كله يعني تبارك الله هذا الشيء الخير والبركه. صحيح ديك جائزه الاخوين هنا الجائزه ديال الاخوين الاخوين نعم. الحمد لله كانوا تنقلوا عندنا وشافوا التجربه ديالكم جامعه الاخوين يعني وداخلين معكم دابا كشريك معنا كشريك كل سنه كيستضيفونا يعني كل نعم. سنه كيستضيفونا ومتبعين زعما الخطوات ديالنا جيد عده جوائز لا تبارك الله العمل كيبان العمل كيبان لاله وفاء. الكلمه اللي غنبغيو من عندك كلمتك الاخيره باش نختموا هذا اللقاء المباشر للمراه المغربيه وبهذه المناسبه اللي توجهها لكل نساء المغرب ونساء العالم. كنوجه للمراه المغربيه تنقول لها راكي قاده ومقداده يعني تكون العزيمه وتكون الاراده والمثابره ونكرا الذات وغادي توصلي ان شاء الله وداك الشيء اللي كيكون عندنا ما نخليهوش عندنا يعني الاخر يستفيد بغينا الاخر يستفيد من التجارب ديالنا من جميع النساء كنحثهم على هاد المعامله اللي عندها شي حاجه كتعلمها للطرف الاخر فتحيه لجميع النساء المغربيات الفاعلات المناضلات في جميع الميادين. شكرا لك وحنا بدورنا كنقول لك شكرا على العمل اللي كتقوموا به. الان الحمد لله فالمركز كيستقبل اكثر من 700 مراه ياك لاله وفاء اكثر من 700 مراه اللي الان كتستافد من مجموعه من الورشات. حنا كنقولوا لاله وفاء خدامه بالمنطق ديال التثقيف بالنظير يعني من هذوك النساء المستفيدات كيوليو مكونات اللي كيقدروا انهم يتواصلوا مع النساء في هذه التجربه رائده وكنحيوك عليها وكنتمناو لك التوفيق وكنتمناو يا ربي انه ينخرطوا مجموعه من الناس وحتى الشركاء يزيدوا
يزيدوا يكبروا الشراكه ديالهم وان شاء الله تضيع هذه التجربه الرائده ويكون عندها واحد الوقع على الاسر المغربيه وان شاء الله المغرب راه غادي بخطى ثابته تحت القياده الرشيده والسديده لصاحب الجلاله الملك محمد السادس راعي الامه الاول نصره الله وايده. تحياتي لكم مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، كنا معكم في هذا البث المباشر واللي كله ايجابيه، وخصوصا اننا كنحتفيو باليوم العالمي للمراه عامة، واليوم غادي نحتفينا هنا من داخل من جامعة المهايا بالمرأة المغربية والقروية خصوصا. فتحية لكل نساء المغرب ونساء العالم. إلى اللقاء، كان معكم منير ابنكم. شكرا. إلى اللقاء.